المقصودة به كانت مايا الكسوري. العودة والتلميح كان على التسريب مع نادي عكيشة اللي كان محور الحديث في اختيار هشام المشيشي كرئيس حكومة. وسبب الاختيار أنه لا يدعاك لمتعنا نجمو نعملو بيش نحب فالقلبة السحر على تونس مش على السحر على الناس اللي كل سونيا يلا. ما فيما يتعلق في كلام بوغاليب فيما يتعلق على كل حال باللي أن نهدمو كل واحد يجي من بورقيبه هدم بون سيتي جوستيفي على خاطر باش نبني جمهوريه باش نبني جمهوريه من بعد بن علي فسخ بورقيبه من بعد جات النهضه فسخت بن علي وهكذا دواليك هذا يتعودنا عليه في ثقافتنا مع الاسف انه كل واحد يجي يهدم اللي قبله ويقول اللي قبلي الكل ما يصلحش. انا الحقيقه حاجه اخرى تهمني يهمني انه الاعلام يكون صادق في كلامه يكون موضوعي في كلامه وقت اللي يطرق الموضوع سياسي والاجتماعي وقت اللي يحكي على سياسي ولا يحكي على إشكالات ولا يكون صادق في كلامه. الصدق عند الإعلامي يظهر لي هي الساس متاع العمل متاعنا. كونك تتورط مع السياسيين كونك تكمبن مع السياسيين كونك تحط وتمشكي وحط هذا ونحي هذا مش هذاك ما نعرف شنو هذا ما لا يقبل. ما تنجمش تكون عندك مصداقيه وانت متورط مع سياسيين. ومع الاسف برشا اعلاميين يعملوا الشيء هذايا. كل واحد ربط خيوطه مع حد، كل واحد يخدم لمصلحه حد، كل واحد هاو هذاك يخلص فيها والاخر عمل عليه مزيه هاو مع الاسف. وهذا يضر بالاعلام ككل. وقت اللي من بعد ينعطونا وقت اللي تبدا انت تعرف روحك راك تتكلم من قلبك مش معناها انك تمتلك الحقيقه المطلقه ليه نغلطوا انا راهو هذاك هو رايي بكل صدق. وقت اللي تفقد الصدق نتاعك تفقد المصداقيه نتاعك وتتعمم على الاعلاميين الكل مع الاسف.